أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. أمطار ستتواصل في التساقط خلال هذه الليلة إن شاء الله وحتى خلال يوم الغد على المناطق الشمالية. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله تواصل لتساقط الأمطار على تقريبا كافة المناطق الشمالية الساحلية وحتى على المرتفعات، خاصة على الهضاب والمرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية، إذا أقول والغربية. إذا أمطار على شكل زخات رعدية ستكون غزيرة إن شاء الله الهضاب حتى على الواجهة الداخلية الشرقية. الأمطار ستمتد كذلك، بعض الأمطار غير مستبعدة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، وأجواء غائمة جزئيا على الصورة، لكن سحب النوى العالي ستنتشر على أقصى الجنوب، كذلك مرتفعات الهجار والتاصيلي، دائما زوابع رملية ستنشط خاصة على مناطق الجنوب الغربي الصحراء الوسطى، كذلك أقصى الجنوب منطقتي الأهجار والتاصيلي. درجة الصفر على مشرين عامة والبيض خلال ليلة اليوم خاصة صباحة الغد، درجة واحدة دون الصفر على كل من سطيف وكذلك باتنا، 6 درجات على تيزي وزو والبويرة، 7 درجات على العاصمة، نفس المقياس على غردية، 13 درجة لغاية 14 درجة على الصحراء الوسطى، 23 درجة على أقصى الجنوب. وما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله طقس بارد دائم سيميز المرتفعات الداخلية خاصة الهضاب العليا الغربية مع 9 درجات فقط على مشرين عامة والبيض، مقاييس ما بين 17 لغاية 18 درجة، 19 درجة على غردية وكذلك بشار، 24 درجة على تندوس، 24 درجة على إن صالح، 26 درجة على تنرست، تفوق 30 من أقصى الجنوب، أقول على أقصى الجنوب على كل من برج بج مختار وحتى على إنقزام لتقارب 35 درجة. البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى قليل اضطراب دائما تقريبا على كافة السواحل، الرياح معتدلة شرقا لكن ضعيفة على السواحل الوسطى وكذلك الغربية، لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. والباقية تقول إن شاء الله خلال يوم الثلاثاء عودة الأمطار كذلك من الجهة الغربية نحو المناطق الوسطى وكذلك المرتفعات والهضاب. الأمطار ستلتحق على منطقة الواحات، بينما درجات الحر دائما في تراجع خاصة المرتفعات، بينما خلال يوم الأربعاء الأمطار ستزداد غزارة على منطقة الواحات، دائما تواصل لبعض الزخات من المطر الواجهة الوسطى والشرقية، ثلوج على منطقة الأوراس، تحسن ملحوظ في حالة الطقس على الواجهة الغربية بعد انقشاع الضباب على السواحل، أجواء مشمسة على الصحراء الوسطى، بينما خلال يوم الخميس ننتظر تحسن في حالة الطقس بعد انقشاع الضباب على الواجهة الساحلية، لكن سحب ستنتشر على الهضاب والمرتفعات وحتى على شمال الصحراء، زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب، لكن درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع خاصة على الواجهة الساحلية. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 6:48، وللتواصل معنا نحو الطقس مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، أترككم في الصحة والعافية والسلام عليكم.